من ذا أسائله عن الزهراء أضلاعها أم عينها الحمراء أم دارها مذ حولها احتشدوا متوثبين ليهتكم سترا يا نار أم أسأل النار التي اتقدت كيف اتقدت ببابها جمرا يا نار لم آذيت فاطمة وأثرت وسط فؤادها ذعرا الشاعر يسأل الدار ما حصل جواب سأل النار وما حصل جواب وين توجه الشاعر توجه إلى الباب يا باب قل لي وقد عصرت أجهلتها فعصرتها عصرا فأجاب كفوا عن ملائمتي أنا ما جهلت لفاطم قدرا ما الذي جرى يا باب قال لكن أتتني وهي حاسرة فسترتها يا كي لا ترى حسرا وحفظتها خلفي فما حفظت بل كسرت أضلاعها كسرى لا تسألني حين بالتصقت هل شق مسماري لها صدر لا تسألني كيف مزقه وسلوا فهو بحالها أدرى شنو صار يا باب قال لما أغار يعني لما أغار بصدرها المسمار لما أغار بصدرها انفجرت منها الدماء ومحسن خر أيوة فاطمة وسلوا فهو بحالها أدرى عنه سلوا الأعتاب كيف هوى وتوسد الأحجار والصخرة بعد يا شاعر قال ودماه سالت فوق مبسمه لما جرت من رأسه نهرا ومتعجب العالم من أفعالك يا كرا بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقا وانا انتخب فضاء وجنني خرب الاعتاب
بعد زهرة قالت وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعود ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جوا قالت من طحت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضة تعالي بعجل لي وخريت يا حامل حمى مغشي علي ورد للطاغي ولاختشى منك ولاها وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني وان انت حب وصيح يا فضة ادركيني حمرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاع ردوا لك وقادوك يا ليث الكتايب وانت الذي من بابك تموج الكتايب والله افعالك يا علي تراوي عجايب كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغار نوجه كلامنا الى الباب يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب يا الباب يا الباب ذهيل ولا بقى لي فكر يا الباب يا الباب يا الباب انشدك وين محسن سقر يا الباب يا الباب ويوم العصر والزهر الذكية ويوم العصر والزهرة الذكية